الفيديوهات اللي قبل كده شفنا ازاي نطبق الفونت على الابليكيشن كله عن طريق ان انت تروح للثيمز وتزود اللاين ده، تقول له انا عاوز استخدم الفونت فاميلي الريجولر، يعني انا عايز دلوقتي الفونت ده يتطبق على التطبيق بالكامل. تمام، الحاجات بقى الشاذه اللي هتقابلك طبق عليها انت الفونت مانيوال. تمام، انا اللي حاطط معرف الفونتات بتاعتي هنا في الفولدر ده، عامل البولد والميديوم والريجولر والسيمي بولد، وانا جبت الفونت الاصلي بتاع الديزاين حطيته هنا. تمام، فاصبحت ماشي على الديزاين زي ما هو، لو عامل السايز كذا حاجه عامله نفسه، حتى الستايل حتى الويت. طيب كويس قوي، وعملنا كمان شاشه اللوجن وشاشه الساين اب خلاص، وعملنا الشاشه بتاعت الشوز اللي هو بيختار فيها اذا كنت عامل اللوجن كرييت اكونت او لوجن. تمام، بس انا المنظر ده اللي احنا وصلنا له، يعني لما اجي رن دلوقتي ده اللي احنا وصلنا له. بص كده معايا، طبعا طبقنا بقى الفونت الجديد خلاص، هذا السلاش اللي بتقعد ثانيتين بعد كده تودينا على الاونبوردنج. طبقنا الفونت الجديد اللي مشابه للديزاين بالظبط اهو، بص كده معايا اهو اهو، اصبح نفس الفونت بالظبط، حتى الكلام بص كده، وعملنا سكيب يوم جاي مودينا على الشاشه دي اللي بعدها اهي. لو ضغطت على ساين ان يودينا على اللوجن، لو ضغطت على كريت اكونت يوديني على الساين اب. طيب تعال نبص على الكود بسرعه كده ونشوف ايه المشاكل او ايه عيوب الكود اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده. بص كده، تعالى نتكلم على اللوجن مثلا. اللوجن احنا عاملين سكرول فيو، خدت بالك، شايل لينير لان لينير الحاجات دي مرصوصه تحت بعض، خدت بالك، حطينا الايمج. تمام، وبعدين عملنا الجزء بتاع الايميل اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو عباره عن اهيت، عباره عن ايمج جنبها الليبل، فده كده لينير هوريزونتال اهو، ده لينير هوريزونتال، ادي الايمج وجنبها الليبل، وبعدين الايديت تكست اللي هنا. تمام، واحنا قافلين ده كده، قافلين ده وقافلين ده، واخدناهم كوبي بيست في الباسورد، غيرنا بس الكلمه اللي هنا والصوره والانبوت تايب. تمام، بص برده هنا في الزرار ده، رحنا سرقناه هناك من الاونبوردنج وحطيناه هنا، غيرنا بس الكلمه هنا بتاعت الساين اب. تمام، بص برده الفورجيت باسورد عباره عن تكست فيو، وبعدين عملنا الجزء بتاع السوشيال ميديا زي ما انت شايف بالمنظر ده، عباره عن لينير هوريزونتال، ادي الكلمه وجنبها ديفايدر اهو، بص كده لما افتحها، ادي لينير هوريزونتال، ادي تكست فيو راب راب، وادي الفيو واخد بقى لحد الاخر ماشي كده. طيب وبعدين تحتيه لينير هوريزونتال، شايل الاربع ايقونات دول اللي انت شايفهم بتوع السوشيال ميديا اهو، الاربع ايمجز دول. تمام، تصادف معانا ان الجزء بتاع السوشيال ميديا اللي تحت ده، خدت بالك، اللي هو الجزء اللي تحت ده برده موجود معانا فين؟ في الساين اب. لو بصينا للديزاين بص كده، ده اللوجن اهو، برده في الساين اب موجود هنا اهو. فانا رحت عامل ايه؟ رحت واخد الجزء ده كده كوبي بيست هناك اهو تحت هنا، رحت انا حاطه هنا اهو، خدت بالك، حتى بص لو انا شلته مش موجود، رحت انا حاطه هنا برده نفس الكلام. تمام، تخيل معايا هنا كام لاين، بص كده افتح. تمام، افتح كمان بص كده اللاينز دي كلها، بص يعني مثلا من اول 196 لحد 245، انت متخيل معايا؟ يعني قول 50 سطر، 50 سطر هنا و50 سطر في اللوجن. تمام، تخيل معايا ان الطريقه دي طريقه بشعه جدا جدا جدا. لو انت لقيت ديزاين متكرر معاك والديزاين ده ستاتيك مش دايناميك، يعني مفيش حاجه فيه بتتغير، كلمه مثلا او لون او افكت أو اي حاجه في اليو اي، خدت بالك، يبقى في الحاله دي ما تكررش نفس الكود هنا. يعني معلش افرض قابلني في سكرينات ثانيه هقوم اكرر نفس الموضوع ده ال 50 سطر دول؟ لا طبعا، ده كده مش كلين كود، خدت بالك. فانا هقفل ده واقفل ده، حلو كده، ادي السوشيال ميديا. تخيل انا اعوض عن ال 50 سطر دول بسطر واحد بس، واحد بس، عارف اعمل ايه؟ اقوم رايح هنا في اللي اوت الجميله دي، واعمل كليك يمين نيو لي اوت، خدت بالك، هنخلي دي ريلاتيف، وهاجي هنا كده في الفايل نيم، مش هسميها اكتيفيتي اندرسكور ولا ايتم، هسميها انكلود اندرسكور، خدت بالك، انكلود ليه؟ لان انا هاخد الجزء بتاع السوشيال ده واقوم رايح حاطه في اللي اوت على لوحده على جنب. تمام، واعمل له انكلود في السكرينز اللي بتحتاجه زي اللوجن والساين اب، فانا هسميه انكلود سوشيال باتونز خلاص، واعمل اوكي. ده كده اللي اوت فاضي عباره عن ريلاتيف خلاص. انا هخلي الهايت بي راب على قد المحتوى ماشي، واروح واخد ال 50 سطر الجمال دول احطهم هنا اهم،
حتى الان ما فيش اي مشكله، عاوزين بس نحط الكلام ده في لينير فيرتيكال. اهو لينير ماشي، الويدث بيماتش، الهايت بيراب، اورينتيشن فيرتيكال، عشان زي ما انت شايف بص هم داخلين في بعض ازاي، عشان مش مرصوصين تحت بعض. فانا اقوم واخدهم، هم اوريدي هناك كانوا محطوطين جوه لينير فيرتيكال، خدت بالك اهو الدنيا ظبطت معايا تاني اهي، خدتها حتى بالمارجن توب، خدت بالك. بس خلاص يبقى انا دلوقتي كده اخدت الجزء ده وعملت الهايت بتاعه راب على قد المحتوى، حطيت الجزء اللي هو بتاع التكست فيو والديفايدر اللي جنبه ده، اللاين اللي جنبه ده، وبعدين الايقونات في لينير ثانيه اهي اللي هي جواها الايمجز اهي، ماشي كده. يبقى انا دلوقتي عملت هنا لي اوت اسمه انكلود للسوشيال باترنز. طيب اللي اوت ده كده على جنب، يعني بص كده انا خدت الديزاين حطيته على جنب هنا لوحده في اللي اوت، هقوم شايل كل ده، شيل كل ده، شيل 50 سطر اهو، بص شاله من هنا اهو، واشيلهم كمان من اللوجن، انا اوريدي شلتهم من اللوجن. حلو قوي، اعمل انا ايه بقى؟ بص يا سيدي، هتيجي هنا وتعمل تاج اسمه انكلود للي اوت، انا عايزك تعمل انكلود للي اوت اللي اسمه انكلود سوشيال باترنز اهو، جه هنا اهو. يبقى انا عملت ريفرنس على اللي اوت ده هنا، خدت بالك؟ واقفل بالمنظر ده، خلصت سطر واحد. تخيل انت شلت 50 سطر في الاكس ام ال وعوضت عنه بسطر واحد. طب ده ميزته ايه؟ اول حاجه قللت عدد السطور جدا جدا، والكود بتاعك بقى مور ريدبل كلين، خدت بالك؟ اه بص كده حطه هنا برضه اهو. بص الميزه الثانيه ان انا لو رحت عملت حاجه هنا، يعني مثلا شلت ايقونه جوجل دي، بص كده جيت هنا وشلتها، خدت بالك؟ بما ان الناس الثانيه بتريفرنس على ده يبقى هم كمان هيتاثروا بالتغيير ده. بص الشال من هنا، وكمان الشال من الساين اب، الشال من اللوجن ومن الساين اب. مش محتاج، لو انا كنت عامل 50 سطر هنا و50 سطر هنا والعميل طلب مني تعديل حاجه، اشيل جوجل من هنا وبرضه اروح اشيلها من هناك، لكن لا ما بقتش هعمل الكلام ده. ليه؟ هما الاثنين بيعملوا انكلود لنفس اللي اوت، فلو انا غيرت حاجه في اللي اوت ده هيتغير في اي حد بيرفرنس عليه. تمام اهو انكلود، يبقى اي حاجه انكلود دايما نبتدي بكلمه انكلود هنا، خدت بالك؟ عشان تبقى سهل ان انت توصل له، يبقوا تحت بعض ابجديا يعني. تمام، بس انا عوضته عنه بسطر واحد بس اهو. يبقى انا كده حليت خطوه ممتازه جدا، هرجع بس ايقونه جوجل بس، شكرا سلام عليكم اهو، سطر واحد. تمام تمام، بص بقى يا باشا الحاجه الثانيه، ودي تضايق الواحد جامد يعني. بص يا سيدي، البطن ده اللي هو الاخضر اللي قدامنا ده اللي هو بتاع كريت اكونت، هو برضه موجود في اللوجن اسمه ساين ان. بص كده معانا، شوف الزرار ده بنديله اي دي مفيش مشكله، الويدث والهايت ما عنديش فيهم مشكله، تمام، المارجن ما عنديش فيه مشكله، من اول هنا عندي فيه مشكله. هتدي الباك جراوند والفونت فاميلي وتقفل ان هو يعمل كل الحروف كابيتال، وتدي تكست كولر اللي هو الابيض اللي قدامك ده، والتكست سايز، خدت بالك؟ ويعني يعني يا سلام بقى لو عايز تشيل بقى الشادو كمان بتاع البطن اللي هو اللي هنا ده، اللي هو بيبقى هنا ده، خدت بالك؟ زمان شايف كده، بص كده هنا في شادو كده للبطن اهو تحت اهو اهو، حتى لما باجي اعمل بريس بص شايف الشادو الرصاصي اللي موجود هنا في الزرار بتاع ساين ان، بص اللي هو الرصاصي ده حتى برده موجود هنا. لو عايزين نشيله بنعمل هنا برده هنا كلمه كده اسمها ايه، بص ليست انيميتور ات نال، بس كده شلته خلاص. تخيل بقى معايا ان انت شلته هنا بس في شاشه اللوجن، لازم تروح كمان تكتبها فين؟ في الساين اب، فين الزرار؟ فين الزرار؟ اهو هذا البطن افتحه، خدت بالك؟ بص نفس السطور برده مكتوبه فونت فاميلي الباك جراوند الاول كابس التكست كلر التكست سايز، واقوم حاطط السطر ده كمان، خدت بالك؟ واروح اعمل الكلام ده برده فين؟ في الشوز. يعني انا عايز اقول لك من الاخر ان هنا كل زرار مع نفسه، لو انت اثرت في زرار مش هتاثر في الباقيين، فبتضطر تمشي على سكرينه سكرينه تقعد تحط فيها السطر ده. يعني انا محتاج ارجع برده للاكتيفيتي بتاعت اللي هو يختار فيها، خدت بالك؟ احط السطرين دول اهو عشان بعد كده لما اجي اعمل رن بص كده معايا ما الاقيش الشادو اللي قدامي ده. بص الشادو هنا موجود ازاي في الاون بوردنج، بص بقى لما اخش هنا بص ما عادش في شادو اهو، تحس ان الزرار بقى فلات كده. بص لما اضغط على ساين ان اهو ما عادش فيه، خدت بالك؟ اضطريت ان انا احط في كل بطن، خدت بالك عليك؟ يعني بص مثلا لو انا رحت على كريت اكونت خليت اللون هنا بلاك، طبعا ده مش هيأثر على الزرار اللي تحتي، انت بتغير في الزرار ده بس،
خدت بالك؟ وبالتالي المشكلة بتاعت الموضوع ده ان انت تاخد الزرار كوبي بيست وتستعمله في شاشة تانية، كل ما يقابلك الزرار تقوم رايح لشاشة سابقة تاخد منه ايه البطن ده وتحطه في الشاشة اللي انت فيها. يعني مثلا واحنا دلوقتي ماشيين هنروح مثلا نعمل بتاعة الفورجيت باسورد، فالزرار هيقابلني تاني، هم انا رايح واخده منين؟ من الساين اب، اقوم حاطه هنا، فاضطر ارجع للسكرينة دي عشان اقوم واخده واقوم رايح حاطه هنا واقوم غير، بس كل ده في ايه؟ عشان اغير الكلمة بس. يعني باخده بنفس الستايل، بنفس الفونت سايز، بنفس الفونت كلر، بنفس الباك جراوند، بنفس الويتس، بنفس الهايت بتاع اونج عشان اغير الكلمه. انت بالك في الموضوع يضايق جدا. طيب ان انت تروح وتيجي دي، ان انت كل شويه تروح عشان تاخده كوبي وتحطه بيست في الشاشه اللي انت واقف فيها. الموضوع التاني اللي يضايق ان لو الكلاينت يا باشا جه طلب منك قال لك بعد اذنك التطبيق اللي انت عامله بتاع حجز الدكاتره ده حلو قوي، انا عاوز منه نسخه، بس انا محتاج ان انت تغير الالوان بتاعت الزراير وكمان تغير الفونتات، هديك انا فونت جديد وتغير الالوان التكست كلر والحجم بتاعها. يعني مثلا قال لك الزراير اللي باللون الاخضر انا حابب انها تاخد اللون الابيض بالمنظر ده ويبقى لون النص بلاك، وتكبر بس السايز كمان نخليه مثلا نقول 20. خدت بالك؟ ومش عاوزك تطبق الفونت الريجولار، انا عاوزك تطبق الميديم. تخيل انا كده كل ده عملته فين بقى؟ في السكرينه دي بتاعت مين؟ بتاعت اللي هي الشوز دي، خدت بالك؟ اللي هو اللي اوت ده. طب هل ده تاثر في الساين اب او في اللوجن؟ لا، هتضطر انت تروح عليهم بقى تمشي على سكرينه سكرينه، خدت بالك؟ هتيجي هنا برده نفس الكلام، وايت باك جراوند، ونخلي التكست هنا بلاك، والتكست سايز 20، خدت بالك؟ والاول كابس نعملها ترو. يلا خلصنا من الساين اب، يلا تعال نروح نعملها بقى فين؟ في اللوجن. اذا الموضوع صعب جدا جدا، خدت بالك؟ لو انت حبيت تعمل التطبيق بتاعك تمبلت كده، دلوقتي انت مش عامل التطبيق بتاعك تمبلت كده، انت عامله معفن. خدت بالك؟ تمبلت ده معناه ان انت باشا تخش تحط تعديل ما ياخدش منك دقيقتين، بابلش على طول. الكلاينت يجي يديك الكوماند من هنا، الامر من هنا، ياخد منك دقيقتين بالظبط، يلا بابلش. ده اسمه تمبلت. ده انت يعني التمبلت ده بيوصل لمرحله ان 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 العميل نفسه يعرف يعدل في الكود اللي ما يفهمش في البرمجه. خدت بالك؟ دي كده تاني مشكله. يبقى اول مشكله انك تروح تاخد الزرار كوبي بيست تحطه في شاشه تانية عشان ما تقعدش تكتب السطور دي كلها، فتروح تاخده كوبي بيست، هتفضل رايح جاي، تفضل رايح جاي، تفضل رايح جاي. المشكله الثانيه ان انك صعب انك تعمله تمبلت، يعني العميل لو طلب موديفيكيشن هيبقى صعب جدا، هارد. هتروح تعمل ايه بقى؟ هتروح تعدي على زرار زرار، سكرينه سكرينه. فتخيل انا كل بعمل الكلام ده بس في 3 4 سكرينات وتعبت، ما بالك بقى بص الديزاين بقى في كام سكرينه؟ حاجه و40 سكرينه، بص شوف، وكلهم زراير خضراء. هو اصلا التطبيق كله اخضر اساسا. يعني بص هنا مثلا في الدايلوكس وتحت الدايلوكس وهنا، تخيل؟ خدت بالك؟ طيب. لا وكمان بقى انت هتعدل حاجات تانية مش بس الزراير يعني. خدت بالك؟ طيب. الصورة امرها سهل. ليه بقى؟ لأن الصورة اوريدي موجودة في الدروبل هنا باسم لوجو. فأنت هتريبليس الصورة دي، هتتعمل لها ريبليس في كل الشاشات. نفسي أطبق المبدأ ده برضو على الزرار. تمام؟ طيب إيه المشكلة الثالثة؟ المشكلة الثالثة ان لو في كومبوننت كبير زي ده كده، يعني ايكون وتكست فيو اديت تكست وديفايدر، خدت بالك؟ الموضوع هيبقى صعب قوي. خدت بالك؟ يعني ايه؟ هيبقى صعب في انك تعمل صيانه مينتيننس. خدت بالك؟ يعني مثلا راجل جه قال لك بعد اذنك في مشكله في الانبوت تايب ده، اما باجي ادخل هنا الايميل بتاعي ممكن يقبل عربي، فهتقوم انت رايح هنا مثلا وتعملها اسكي بحيث انه ما يقبلش غير الحروف الانجليزي، ما ينفعش ادخل ايميل بالعربي. خدت بالك؟ فتقوم انت رايح في اللوجن، لنفرض بقى ان انا مش حاطط كومنتات، او في الايميل، خدت بالك؟ عشان يبقى معايا خانات كتير. بص بقى، نفرض ان انا مش حاطط كومنتات دي، خدت بالك؟ ورحت فاتح اللينيرات، افتح يا ابني، افتح افتح، خدت بالك؟ بص بص بص، مش حاطط كومنتات انا اهو اهو، افتح بقى وافتح ده وافتح ده المنظر ده. تمام؟ بص بقى، انت جاي تعمل تعديل صغير جدا، يعني مش بقولك تعديل كبير يعني، فانت هتفضل ماشي في الكود وتقعد تدق في السطور، يا ترى فين الجزء بتاع الايميل؟ هو ده؟ لا لا لا، ده تكست فيو، انا عاوز الايديت تكست. شوف بتغلط، وتقوم جاي بقى نازل، هتقوم جاي فاتح اهو انتريور ايميل اهو، خدت بالك؟ فبتقعد تدق في السطور، طب هو انهي سطر انهي سطر؟ اه انبوت تايب اهو، انا اخليه يقبل الاسكي بس. طيب فين التعديل بتاع خانه التليفون؟ انا ممكن طبعا اضغط هنا يودينا عليها، خدت بالك؟ اهو يودينا عليها، خدت بالك؟ اهو. بس تخيل انت تقعد بقى تدقق في السطور بالمنظر ده، شوف كام سطر، مش تقعد تدقق سطور كتير قوي قوي، رغم ان الكومبوننت دي متكرره، ما عشان متكرره هي سطور كتير. عارف بس الكومبوننت الواحد كام سطر؟ تعالى كده نشوف، ايه في اللينير، ايه في اللينير واحده فيهم، خدت بالك؟ بالايديت تكست بتاعها اهو، يعني مثلا ده كده اللينير اللي هو في الايمج مع الايه، مع تكست فيو، وده الايديت تكست اهو، افتح وافتح، تعال نشوف كام سطر، من 25 لحد 55. تخيل بقى معايا،
من 25 يعني من اللاين 25 قول 30، خدت بالك؟ لكام؟ ل 55. يا نهار ابيض، انت معاك حوالي 40 سطر، انت متخيل؟ خدت بالك؟ يعني السطور هتقعد بقى تزيد معاك بعد كده طبعا لو الموضوع بقى ايه كبر في ستايلات وبتاع. يا نهار ابيض، طب انا ما ينفعش بقى اشيل الكام سطر دول، خدت بالك؟ ال 30 سطر دول واعوض عنهم مثلا بثلاث سطور؟ اه ينفع. ثلاث سطور اربع سطور والله العظيم زي ما بقول لك كده. عارف ليه؟ لان الفرق ما بين الكومبوننت والكومبوننت اللي تحتها هم اربع حاجات بس. الليبل يعني مثلا هنا ايميل وهنا نيم، الايقونه دي والايقونه دي، ايقونه الايميل وايقونه اليوزر، والانبوت تايب هنا بيدخل النيم وهنا بيدخل الايميل، فيبقى معاك اتو دوت، خدت بالك؟ وهنا الهنت نفسه بقى، الهنت نفسه هنا انتر يور ايميل، هنا انتر يور نيم، اربع حاجات. فليه تقعد تكرر ال 40 سطر ولا 30 سطر دول عشان اربع حاجات بس تتغيروا، اللي هو الهنت، والله لازم اقول لك كده، الهنت والانبوت تايب، نوع الكيبورد اللي هتطلع، خدت بالك؟ والليبل والايكون، الدايمنشنز والستايلز والفونتات والمقاسات، كل حاجه ثابته. فتخيل بقى معايا اقعد اكرر بلوك كامل عشان في الاخر احط انتر يور نيم واغير نوع الكيبورد واحط الليبل والايقونه. ليه كده؟ ليه كده؟ تمام؟ فالموضوع غبي غبي. انت متخيل ان التطبيق ده تطبيق حجوزات؟ يعني انت متخيل ان الخانات دي هتقابلني كم مره لسه؟ بص، هتقابلني في الريكفري، وهتقابلني في البروفايل، وهتيجي هنا يا باشا تقابلني في الحجز، بص والدفع، هتقابلني في كام حاجه؟ حرام. طيب تعالى بقى يا باشا نظبط الدنيا دي كلها. تعالى اول حاجه نخلص من موضوع الزرار، البطن. بص يا سيدي، البطن ده فيكسد معايا في التطبيق بنفس الستايل، بنفس الفونت سايز، بنفس الفونت كلر. بص اهو ثابت معايا في التطبيق اهو. بص الاختلاف بيكون فين؟ في المحتوى بس، الكلمه بس، بس كلمه بس، خدت بالك؟ يعني هو نفس الباك جراوند الاخضر، الكلمه بس اللي بتتغير، انما الفونت بتاعها والكلر بتاع الفونت بتاعها والسايز بتاع الفونت بتاعها والمكان بتاع الكلمه اللي هو الجرافيتي سنتر واحد، خدت بالك؟ وبالتالي انا هعمل ايه؟ انا ده اللي انا هعمله بالظبط، هستفاد من الفكره دي، وانا وضحت الكلام ده في اول فيديو. طبعا هنعمل الموضوع ده ازاي؟ الموضوع سهل خالص. انا قلت لك قبل كده في الفيديو الاولاني انك لو انت ضغطت على البطن هنا هتلاقي عباره عن كلاس جافا عادي. طب نستفاد من الفكره دي، ايه رايك نبيلد لايبرري، خدت بالك؟ زي اللي احنا مستخدمينها في السلايدر، خدت بالك؟ زي دي كده. بص طب لو بصيت هنا في اللايبرري دي، بص كده هتلاقي في بروبرتيز كده اولها اندرويد والباقيين اولهم اب. بص كده اللايبرري عباره عن ايه؟ عباره عن اسم الباكج، اسم كلاس. طب ما تيجي يا باشا نبيلد يا باشا احنا كمان واحده. بص هنعمل ايه؟ الموضوع والله العظيم بسيط جدا. اولا انت الحاجه اللي انت عاوز تعملها ايه؟ عاوز يا باشا الزرار ده اكريته، خدت بالك؟ بحيث ان انا اثبت الفونت فاميلي والاول كابس اعملها فولس والتكست كلر والتكست سايز، خدت بالك؟ والباك جراوند، الحاجات دي كلها ثابته، انا بس اللي عايز اغيره الكلمه بس، بس كده، خدت بالك؟ فهنعمل الكلام ده سريعا. هنعمل الكلام. طيب البطن ده عباره عن فيو واحد ولا كذا فيو؟ لا فيو واحد بس، يبقى انا احطه جوه ايه؟ جوه ويدجت، خدت بالك؟ عباره عن فيو واحد بس. فانا رايح هنا كده اهو واستفاد من فكره الوراثه، اهو عامل هنا ايه؟ مين بطن، البطن الرئيسي بتاع التطبيق اهو كده. طب ده عباره عن كلاس عادي؟ لا لا يا باشا، ده عباره عن بطن، فانا هخليه اكستند من مين؟ من البطن اهو اهو. ويا ريت لو اب كومباكت بطن عشان يبقى هو نوع وبطن، خدت بالك؟ وبالتالي انا لما اعمل الت انتر هيقول لك لازم تكريت لي كونستراكتور، هاخد انا الكونستراكتور ده اهو اللي فيه الاتريبيوتس، امسح بس الكلام الطويل ده اللي ملوش اي 30 لازمه ده دلوقتي، خدت بالك؟ بص كده معايا اهو بس، حلو قوي. طب ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ يعني انا عملت كلاس وخليته يبرس من البطن، ليه؟ عشان ياخد منه كل حاجه، ياخد منه كل حاجه. امال ايه اللي هيتغير؟ ما هو انا بورث، انا بستفاد بفكره الوراثه ان انا باخد كل حاجه، فانا مش هضطر ابني الحاجه من الاول، خدت بالك؟ لان انا اوريدي حتى بندح على السوبر، يعني انا بخليه يبني هو واكمل انا بقى، خدت بالك؟ والحاجه اللي مش عاجباني عاملها اوفر رايد، تمام؟ عامل بوليمورفيزم. طيب بص بقى يا باشا، انت لما بتروح هنا في اللوجن وتاخد هنا بطن، بص كده بطن، انت كده خدت اوبجكت من كلاس مين؟ بطن، تمام؟ قفلت كده ورحت عملت بطن تاني، انت كده خدت اوبجكت تاني. عارف يعني عارف بينده على ايه؟ بينده على الكونستراكتورز ده.
فانا هقول له وانت بتبني باتون ثبت البروبرتيز دي اللي هو الباك جراوند والتكست كلر والاول كابس والحاجات اللي هي ايه الثابته اللي ما بتتغيرش دي. خدت بالك؟ اول حاجه يعني تعال ندي مثال، تعال ندي مثال على طول، تعال بص كده ندي مثال، بص كده معايا. تعال بقى يا باشا نخلي مثلا نست تكست كلر، ست تكست كلر. بص انا بكلم البطن على طول فانا مش محتاج اعمل دوت يعني فاهم، ست تكست كلر على طول انت هتدله لان انت اوريدي وارثها من مين؟ من البطن. اهي دي فانكشن جاهزه ست تكست كلر، مش هبنيها انا، ما ده مبدا الوراثه، لازم استفاد بالحاجات الموجوده. ست تكست كلر خدت بالك؟ فاكلم الكونتكست واقول له جيت، هو بص لك الكونتكست حتى اهو، واقول له هنا دوت جيت كلر، هات لي كلر ار دوت كلر من ملف الكلر يعني ار دوت كلر دوت خلينا نقول مثلا مين كلر. انا عاوز اعمل اي زرار هبنيه حط اللون الاخضر كتكست كلر على طول. طب ما تيجي نجرب الكلام ده، بص كده معايا، هاجي هنا واقول له هنا بطن مين بطن بقى المين بطن اهو اللي انا كريته موجود جوه الباكج بتاعتي جوه. شوف مبني فين الباكج بتاعتي اللي هي كوم دوت خالد دوت دكتور اب، وبعدين موجود فولدر اسمه الفيوز اهو، بعدين موجود فولدر اسمه ويدجتس اهو، الكلاس اسمه مين بطن اهو، فالويدث بتاعه بيماتش والمثلا هايت بتاعه 40 دي بي، ويقفل على كده اهو بس كده حلو تمام. فين بقى التكست؟ احط تكست بس كده عشان يبقى لنا تكست كلر، مثلا كليك هير ولا حاجه بس كده، ده الموضوع منتهى البساطه. حلو حلو قوي. طيب كده دلوقتي انت فهمت المبدا بتاع الباكج اللي احنا كنا بنشوف السلايدر صح؟ يعني لو انت رجعت السلايدر تاني دلوقتي بص كده اهو، بص كان بيبقى حاطط اسم الباكج البروجكت اللي هو صاحب الباكج او صاحب المكتبه دي عاملها اهو، بعد كده اسم الكلاس. حتى بص انا عامل كنترول كليك او ادينا على كلاس اهو تمام. حلو حلو قوي. طيب جميل. طب بص كده معايا، انت لو رحت هناك في المين بطن وعملت بس رن كده بس كده ترافرش اهو، وهوره لك هنا برضو. شوف تعالى نخش على طول على مثلا انا مش عارف دي موجوده في اللوجن تمام. بص كده معايا لون بقى اخضر، هل انا حددت هنا اللون؟ لا، اللي اوريدي المين بطن وانت بتاخد منه اوبجكت انت قايله ايه؟ شوف ده كونستراكتور، اسم الداله نفس اسم الكلاس كونستراكتور، فهو بيبني الاوبجكت هيقوم حاطط تكست كلر على طول بايه؟ باللون الاخضر. يبقى انت مش محتاج كل مره تكريت فيها البطن تقعد تحدد دي. هقوم عامل نفس البروبرتس الثانيه برضو نفس الكلام هنا، التكست سايز بقى والهاكس الثاني ده تمام. هنا برضو هقوم عامل سيت اول كابس فولس. بص هو هنا كان عامل كل اول كابس، بص بص اعمل رن بقى عشان نرفرش. بص اهي ما بقاش كل حروف كابيتال، يبقى انا مش محتاج برضو اكتبها هنا. شوف يبقى انا كده استغنيت عن الخاصيه دي واستغنيت عن الخاصيه دي حتى الان، والله العظيم يعني حاجه عظمه. ناخد التكست سايز بقى بالمره عشان نخلص منها، ست تكست سايز اهو. خد بالك من حاجه، التكست سايز هنا كام في الزرار اللي هو الاخضر ده؟ احنا عاملينه تقريبا 16، خدت بالك 16 دي بي، مش هينفع تكتب دي بي، بتكتب ال 16 كده تمام. لو انا عملت رن عايزك تلاحظ معايا حاجه، بص بص كده لما اعمل زوم، وتعالى نخليهم نفس الفونت عشان هو نفس الفونت اوريدي ريجولر، خد بالك. بص كده على فكره مش 16 ده، هو 16 ده خدت بالك، لان الـ الوحده اللي بتتحط هنا دي بتبقى كده ايه اس بي او بيكسل يعني، خدت بالك اللي هو السكيلد بيكسل. فلو انت عايز تحطها كدي بي كدي بي في تحويله بتتم، انت ممكن تروح على النت تجيب التحويله، او ممكن اصلا نحدد التحويله من هنا. يعني انا ممكن اقول له انا حابب احط ال 16 دي مش كوحده بيكسل، لا لا والله ده انا حابب احطها كايه كوحده دي بي. فبتقوم تجي قبلها هنا، حتى لو انت لاحظت هنا في تكست سايز لو رجعنا تاني وعملنا قوسين بالمنظر ده هيقول لك في عندك واحده تحط فيها السايز على طول، واحده تحط فيها اليونت والسايز. فانا اقول له والله السايز 16 ده حاجه مش مختلف عليها، ولكن اليونت اللي انا حابب اشتغل بيه هو الدي بي. فبص بقولها له ازاي، بنقول له كده تايب دي فاليو دوت، واختار الوحده بقى من هنا اهي ديفايس اندبندنت بيكسل بس كده، هذا الموضوع منتهى البساطه. طيب اللي بعده عايزين كمان قبل عشان نعمل بقى رن مره واحده نحط الفونت فاميلي، دايما الزرار الاخضر بيبقى سيمي بولد خدت بالك. يبقى انا كده برضو ريحت، يبقى انا كده استغنيت عن ايه؟ شوف كام خاصيه لحد الان، استغنيت عن دي
واستغنيت عن دي واستغنيت عن دي، وهستغنى كمان عن الفونت فاميلي، خدت بالك؟ فتعالى نحطها يلا. ست تايب فيس، اه محتاج بقى منك التايب فيس، عادي خالص ايه المشكله يعني، اجيب لك انا التايب فيس يا باشا. التايب فيس اهو، اه تايب فيس. على فكره احنا ممكن نكريته على طول يعني، ممكن اقول له هنا جيت على طول، جيت ريسورسز اهو دوت، عايزين بقى نجي، هو طبعا موجود في الريسورس هنا، في الريسورس هنا في فولدر اللي هو بتاع الفونت، فانا اقول له هنا جيت فونت على طول، شاور له انت بس على الفونت هنا ار دوت فونت دوت سيمي بولت، بس خلاص تمام كده اهو. بس يبقى انا كده كمان استغنيت عن الخاصيه بتاعت الفونت فاميلي. بص كلام مهران، عظمه والله العظيم، محترم، حاجه محترمه. بص اهو طبق السيمي بول ده، خدت بالك؟ طيب حلو قوي. طب ما تيجي بقى نطبق بقى الكلام ده على الزرار اللي فوق بقى بالمره. يلا نعمل ده بقى، مين باتون، مين باتون اهو، عايزين بقى نخلي التكست كلر ابيض عشان يبقى هنا الكلر وايت، وايت تبقى لك عشان بس ايه نريفرش. حلو قوي كده، دلوقتي الفونت السيمي بولد والفونت سايز اتطبق والاول كابس بولز، وكمان طبقنا ايه يا شباب اللي هو السيمي بولد، تمام حلو قوي. عاوزين بقى اخر حاجه الباك جراوند، عاوزين بقى نستغنى عن دي الباك جراوند ده. بص ده طبعا الستايل العادي بتاع البطل، خدت بالك؟ فانا هقوم عامل ايه بقى، هقول له هنا سيت باك جراوند اهو، محتاج مني هنا الدروبل، خد بالك. طبعا انا ممكن اقول له هنا ار دوت دروبل، واقوم اشاور له على الدروبل بتاع المين باتون ده، خدت بالك اهو. بس انا مش حابب الموضوع ده، مش عاجبني، خدت بالك ليه بقى؟ انا احب انا بيلد حتى الدروبل هنا في الجافا، مش حابه يبقى في الاكس ام ال. ليه؟ علشان في الاكس ام ال في مشكله ان انت لو حابب تغير كل شويه الريدرز بتضطر تكاري الدروبل الجديد، يعني مثلا في واحد 10 في واحد 20 رحت كاريت واحد جديد، يعني هو واخد نفس السوليد نفس كل حاجه ونفس الشيب، وجيت انا عشان بس اغير الريدرز، لكن انا هعمل هنا داله جميل قوي، اديها انت اللون واديها الريدرز شويه كاريت لك الدروبل، خدت بالك؟ بحيث ان انا مش كل شويه اجي كاريت، يعني معلش يعني هيقابلني كمان الزرار اللي هو ده، اللي هو ده هنا ابيض اهو، هروح اكاريت الدروبل تاني ابيض؟ لا، هعمل لك في الجافا هنا بدله واحده بس، خدت بالك؟ بحيث ان انت تديني الريديوس وتديني اللون وانا كاريت لك الدروبل اللي انت عاوزه. يلا تعالى نعمل هنا فانكشن جميله بتريترن هنا ايه دروبل اهي، بابليك بتريترن دروبل، خدت بالك؟ هسميها مثلا جيت دروبل بداية ونهاية اهو. اديني انت بس اللون اهو، انت الباك جراوند كلر، هو الريديوس ثابت 10 يعني، تبقى لك او انت الكلر وخلاص يعني مش فارقة، تبقى لك. طيب هاجي هنا دلوقتي واقول له بص يا باشا انا عاوز اكاري الدروبل. لو انت بصيت هنا في الدروبل اللي معانا هنا بيبقى هنا الشيب ريكتانجل، خدت بالك؟ واللون هنا لون واحد بس اللي هو سوليد وايت او اخضر يعني في بتاع الزرار اهو سوليد، وبيبقى عندك اوقات اللون ممكن يبقى جريدينت كذا لون يعني، تمام؟ فهو الراجل ما عملكش السوليد، عمل لك الجريدينت هناك في الجافا. ليه بقى؟ لان الجريدينت يعتبر سوليد، خدت بالك؟ بس لون واحد يعني، الجريدينت هنا كذا لون، ابو ستارت كلر وسنتر كلر واند كلر عشان يبقى لون متدرج، خدت بالك؟ فيبقى ثلاث حاجات هنا او اري ممكن تحط اكتر يعني، السوليد بيبقى لون واحد بس، فهو الجريدينت يعتبر سوليد بس تحط لون واحد بس. فهو الراجل هنا لو انت بحثت مش هتلاقي هنا حاجه اسمها سوليد دروبل، امال هنلاقي هنا بقى ايه؟ هنلاقي حاجه اسمها جريدينت دروبل اهو، هو ده، خدت بالك؟ فانا هسميها هنا شيب بيساوي نيو جريدينت دروبل اهو. طيب حلو قوي. طب ايه الشيب اللي انت هتشتغل بيه؟ هنحدد التايب بتاعه دوت ست شيب، الخاصيه هناك كان اسمها شيب اهو، الخاصيه هناك كان اسمها ايه؟ شيب اهو، الشيب اهو ريكتانجل، خدت بالك؟ ومعانا الريديوس ومعانا اللون اهو، الشيب الله اللي انا هشتغل بيها يا باشا هيبقى ريكتانجل اهو، ريكتانجل. طيب حلو قوي، الشيب ده الريديوس بتاعه قد ايه؟ اهو ست كورنر ريديوس برضه، مش الخاصيه هناك اسمها كورنر اهي، ست كورنر ريديوس اهي، الخاصيه هناك لو رحنا هناك لا اسمها كورنر اهو، كورنر ريديوس. هنحط مثلا الريديوس هنا 10 زي ما قلت لك، خلينا نثبته على طول، خدت بالك؟ والشيب كمان دوت ست، عايزين بقى نحط بقى اللون بتاع
بتاع الدروبل ده سيت كولر اهو. شوف بتاخد الري ازاي. بس انا زي ما قلت لك احط لون واحد بس. فاقول له هنا ايه هنجيب اللون المين طبعا اللي موجود في الكالرز هناك، او ممكن ناخده بقى من هنا والله هيبقى صوالنا، اللي ممكن نحط لنا كذا كالر، ممكن نحط لنا الاخضر وممكن نحط لنا الايه الابيض. خدت بالك؟ فانا سبتها بارامتر. فانا هاجي هنا اقول له والله يا باشا انا عايزك تحط في الباك جراوند الدروبل اللي انا اقول لك عليها دي، عايزك تكريت الدروبل تكون لونها اخضر. فيقوم باصص اللون الاخضر هنا يكريت الشيب ريكتانجل الريدس 10 الباك جراوند اخضر، يقوم راجع بيه حطه هنا. بس يبقى هنا هريتير الشيب بعد ما اداني اللون اهو، لان هو اللي بيتغير زمان شايف هو اللون بس ابيض وهنا اخضر، لكن هو نفس الراديوس. خدت بالك؟ فانا اقول له هنا عايزك بقى تكريت لي واحد كده من اللون الايه من اللون الاخضر. فاقول له هنا جيت كلر، عايزين بس نقول له هنا يعني كونتكست الاول دوت جيت كلر اهو بالمنظر ده ار دوت كلر دوت مين بس كده. هنبص اللون الاخضر يرجع لك بدروب اللي حطه هنا في الباك جراوند. خلص الكلام. تعال نبص هنا كده، يلا رن كده. شوف انا استغنيت عن كام بروبرتي لحد دلوقتي وهستغنى عندي كمان دلوقتي، انت بالك. شوف الزرار رجع تاني اهو. بس لاحظت معايا حاجه، لازم تلاحظ الحاجه دي، خدت بالك؟ لازم تشوفها. لو وريت لك الحاجه اللي انا عامل لها رن، بص كده الزرار ده الريدس بتاعه قد ايه كبير شويه كده صح 10. بص انا الريدس عامل ازاي، مبقاش 10 رغم ان انا كاتب 10، لان انا قلت لك هو بيحطها بايه بالبيكسل. فاحنا عاوزين نعمل حتت الوحدات من الاخر كده، احنا دايما الدوله دي هنشتغل بيها. فانا هضطر احطها فين؟ في الهيلبرز. هقوم رايح في الهيلبر واعمل جافا كلاس هسميه سايز يوتيليتي او دايمنشن يوتيليتي او ميجرمنت يوتيليتي، اي حاجه براحتك يعني. سايز يوتيليتيز اهو كده، هيبقى عندي يوتيليتيز تانية للتكست ويوتيليتيز خاصه بالفونت ويوتيليتيز خاصه مش عارف بالماب، الحاجات دي كلها تبالك. واجي اعمل هنا يا باشا دوال ستاتيك جميل قوي، روح اكتب بس على النت اندرويد كونفرت فروم دي بي تو بيكسل، لان انا عايز ابصله الوحده بالدي بي مش عاوز ابصله بالبيكسل. هو بقى يحولها لبيكسل بما يناسب المقاس بتاع التليفون والدنستي بتاعتها. فانا هم داخل على ستاك اوفر فلو، هلاقي عندك الدالتين هنا هم، خدهم كوبي بيست ما تعبش نفسك تبالك اهو. حتى انا مش عاوز اعرف هم عاملهم ازاي، انا عايز استخدمهم وخلاص. بص خلاص خلص الكلام، هو بس بيحتاج منك هنا الكونتكست عشان بس هيستخدم كونتكست في انه يجيب الريسورس عشان يعرف الدنست قد ايه ويضربها في الدي بي. دي كده بتحول من دي بي بتطلع دي بي من بيكسل، ودي كده بتطلع بيكسل من دي بي. انا ما بحبش اسميهم كده بصراحه، خدت بالك؟ دي كده بيكسل فروم دي بي، يعني هو في الاخر بيطلع لك هنا ايه البيكسل، خدت بالك؟ فانا اقول هنا دي بي تو بيكسل تو بيكسل، انا بحب اسميها كده. وهنا بيكسل تو دي بي، بصيل انت البيكسل وانا حولها لدي بي، هنا بصيل الدي بي وانا حولها لبيكسل. فانا اروح استعمل الدوال هنا على طول واقول له اسمع معالي الباشا انا حابب اقول له هنا اهي سايز يوتيليتي دوت دي بي تو بيكسل 10 بالمنظر ده. طبعا محتاج مني بس الكونتكست هنا، طبعا الكونتكست متعرف هنا صح، فانا هضطر اعمل ايه بالظبط كده. اقوم انا جاي عامل اللي هي بتاعت زيز دوت كونتكست، اقوم معرف كونتكست بابليك اهو عشان احتاجها. احرك كونتكست واقول له باشا زيز دوت كونتكست بيساوي كونتكست بس. خلاص شكرا، بس كده عشان اعرف استعمل الكونتكست هنا بس. طبعا كان ممكن نخلي الراديوس كمان فاريبل، لان انت ممكن تكاري كذا دروبل ممكن ما يبقاش السايز 10 عادي. بص بقى شوف خلصت البطن في ثانيه، في ثانية. أنت تتخيل إن أنا كتبت الخصائص دي مرة واحدة بس؟ مش هقعد أضطر أكتبها كل شوية في كل سكرينة؟ بص معايا هنا في المنظر في اللوجن، بص الريدس كبير أهو 10 أهو. بص حتى المنظر هنا، بص المنظر أهو الزرار رجع تاني أهو. حاجة عظمة يعني، يعني حتى دي كمان خلاص بقت يعني أنا ممكن أشيل دي دلوقتي على فكرة. ولو انت حابب بقى الايفكت بتاع الشادو ما يبقى موجود عادي، عايز تحط برضه هناك في الجافا اقفلها من الجافا براحتك. انت متخيل ما اقعدش اكرر 1 2 3 4 5، ما اقعدش اكرر الخمس حاجات دول هنا. انا بقول له عايز بقول لك حتى الاسم جميل، انا عاوز استعمل الزرار الرئيسي بتاع التطبيق اللي هو اللي بيبقى لونه اخضر، فهكتب مين بطن. خلصنا، اكتب بس الكلمه اللي عايزها تظهر. سلام عليكم، بس كده كده الويتس والهايت بيبقوا معاك اهو عادي. تعال نرن ونشوف يلا.
ده كده البطن الجميل بتاعنا اهو، ساين ان اهو تمن اهو ومية مية. تعالى بقى نديله افكت حلو لما بنيجي نعمل بريس عليه. بص يا سيدي، الموضوع بسيط خالص، ان احنا بس نعمل الزرار كمان ستيت. هو الزرار هياخد اتنين ستيت، واحد في وضع النورمال هيبقى باللون الاخضر اللي هو لو انا ما عملتش بريس عليه او ما ضغطش عليه، والستيت التانية لما اضغط عليه. خدت بالك؟ خلي مثلا اللون بتاعه باهت شويه ولا حاجه. فبص عامل ايه، هروح هنا كده واقول له بعد اذنك انا عاوز اعمل تو ستيتس. خدت بالك؟ يعني انا هاجي هنا اعرف ايه حاجه اسمها ستيت ليست دروبل، اهي ستيت ليست دروبل اهي. خدت بالك اسمها ستيتس اهو، بيساوي نيو ستيت ليست دروبل، واعمل سيمي كولون هنا كده. تمام، دي كده هتشيل ليست اوف دروبلز. ماشي، ادي كده اول دروبل معايا اهو اللي هو ده، ده كده في الستيت العاديه اهو، في الستيت بتاعت النورمال يعني. فتعالى ناخد ده كده ونديفاينه كدروبل اهو. بص كده معايا اهو، هنعمل كذا دروبل اهو. ادي اول دروبل، دروبل خلينا نسميه نورمال في الوضع النورمال يعني، بيساوي خد يا سيدي اهو، هبص لك اللون ده ترجع لي بدروبل. ماشي كده، وهبصلك بقى اللون الباهت ده ترجع لي برضو بدروبل تاني عشان احطه في حاله البريس. ماشي كده، يبقى انا كده عندي تو ستيتس. هنحط هنا لون يعني اخضر فاتح شويه. هنروح هنا كده للمين، تعال ناخد بتاع لون سلايدر ان سيلكتد ده، تعال نسميه مثلا مين لايت. يعني خلينا نسميه هنا مين اندرسكور لايت، واخد اللون ده احطه هنا برضو كده، اقفل وتعالى نسميه ده مين لايت، لون اخف يعني. خدت بالك؟ يبقى عندي كده تو دروبل اهو، هندي ده في الستيت النورمال وهندي ده في الستيت بتاعت البريس. يلا تعال نكلم الستيتس، يلا اهو هنكلم الستيتس اهو. هقول لها انا عايز ست، عايز ست اول ستيت بالنسبه لي اسمها اسف اد ستيت اهو، هيطلب منك الستيت ويطلب منك الدروبل. خدت بالك؟ فانا هقول له هنا نيو اند دي اري. خد بالك ليه؟ لان انت ممكن تحط دروبل ده لكذا ستيت، مثلا في حاله الستيت بتاعت الفوكس والنورمال، والتاني مثلا في حاله الستيت بتاعت البريس، فانت ممكن تحط اري. فلو انت ما حطيتش حاجه ده بيعتبرها نورمال. خدت بالك؟ فانا هحط الدروبل ده، يبقى اللون الاخضر الغامق هحطه في وضع النورمال، واللون اللي هو اللون الاخضر الفاتح خدت بالك حطه في وضع البريس. فلازم اقول الستيت هنا بقى، خدت بالك؟ اللي هو هيبقى اندرويد دوت ار دوت اتريبيوتس، دي حاجه بيلت ان في الاندرويد يعني. خدت بالك؟ دوت ستيت بريست اهو، اللي هو انا بتعمل بس بريس وتشيل صبعك يعني. الفوكس بقى بتفضل موجود زي الايد تكست كده. فانا هنا اخترت البريس اللي بتاعت الباتر، واقول له بقى حط في الباك جراوند الستيتس دي بقى، ما تحطش دروبل واحد، لا حط لي اتنين دروبل على حسب الستيت. في وضع النورمال حط الاخضر، وفي وضع لو ما يعمل بريس على الزرار حط الاخضر الفاتح. بص كده الافكت الجميل ده، تعالى نعمل رن ونشوفها. يلا بص كده معايا اهو، شوف لما اضغط عليه بيحط اللون الفاتح اهو، المنظر ده. بص شلت صابعي يرجع نورمال تاني اخضر. يبقى انا كده عامل كذا كذا ستيت هنا كده، حاسس انها تدي افكت حلو ان الراجل بيضغط على البطن. خد بالك ان انت معاك ستيتس هنا كتير قوي، يعمل بس هنا دوت واتفرج على الستيتس اللي معاك هنا. تبارك ما في معاك مثلا الفوكس، في معاك الهافر، في معاك الموف، في معاك حاجات كتير قوي. طب انا خلينا بس في الستيت بتاعت البريس كده، خلاص قوي الموضوع بسيط جدا. و زي ما انت شايف انا حطيتها مره واحده وما عادش احتاج اعمل الموضوع تاني. طبعا نفس الباتون الجميل ده اقدر استخدمه في اي حته تانيه من غير ما اخده كابو بيست، لان انا اوريدي عارف ان اسمه مين باتون. فانا دلوقتي لو رحت على الشوز، خدت بالك، هنروح على كريت اكونت، همسح كل الكلام الفاضي ده. ماشي كده، وهكريتها بص مش محتاج ان انا اروح ابص هناك اساسا يعني، على الفونت كان قد ايه والفونت المستخدم ايه والتكست كلر ايه، على طول اهو بص الويتس بيماتش، الهايت 55 معروف. خدت بالك التكست بس اللي محطوط هنا ولا انا محتاج بس اجيبه، اللي هو تقريبا كرييت ان اكونت تقريبا. خدت بالك اهو، بس ونعمل بس مارجن توب بس خلاص اهو 35 دي بي بس، حاجه عظمه يعني ولا اي حاجه. نفس الكلام الزرار تحت، ممكن نستخدم نفس الزرار اللي فوق بس نحط باك جراوند ابيض، وهنشوف ازاي نحط الباك جراوند من هنا. تمام، هذا الموضوع بمنتهى البساطه. نفس الكلام احطه بقى في بقيه الايه، بقيه الشاشات يعني. اوريدي حاطه في اللوجن، هنحتاج بس نحطه هنا في الاونبوردنج. خدت بالك، هنيجي هنا اهو حطه بس هنا في الاونبوردنج، اخد بس كلمه جيت ستارتد احطها هنا. خدت بالك، واشيل كل الكلام الفاضي ده مش عايزه ولا يعني. باي باي حبيب قلبي، بس خلاص بالك هما سطرين. حط برضو نفس الكلام ده في الساين اب اهو، روح هنا بقى في الساين اب، زوم اوت، نروح على الباتون على طول،
حط ده كده، وهنا كرييت اكونت بس خلاص ماشي كده. في هنا مارجن توب ولا حاجة؟ 35 برضو، سلام عليكم برضو بس خلاص. الموضوع سهل جدا جدا يعني. طيب اعطينا غير ان مفيش مارجن توب هنا بس، تمام خلاص خلصنا كده. طيب ايه ميزة الموضوع اللي انا عملته؟ اولا قللت عدد السطور، تاني حاجة خليت الكود كلين ومور ريدابل، ان انت شايف وعارف تقراه، وعامل زرار هنا سهل ان انت ترجع تعدل عليه، لان كل ده بيرفرنس عليه. وبالتالي ودي اكبر ميزه في الموضوع، ان لو انا حبيت ابلش دلوقتي، انا بس كل هعمله ان انا هروح للويدجت بتاعتي اللي هو المين باتون، بص واطبق اي حاجه انا عاوزها هنا. يعني مثلا راجل قال لي انا عايزك تكبر السايز شويه او تطبق فونت تاني، اه عايزك مثلا تطبق لي الفونت الريجولار وتخلي الحجم مثلا 10 بس، هيتطبق في كل السكرينز. تعال بص كده اهو، لان هم كل الحاجات دي بتريفرنس عليها، انا واخد انستنس اصلا من هنا. في عندي بس غلط، ده ايه ده؟ ال اي دي بتاعت الريجستر، عايزين بس نروح نحطها بسرعه. اي دي بي تي ان اندرسكور ريج، بس شلت بس الاي دي من هنا مش اكتر. تعالى كمان بص بقى على المنظر، بص شوف خط صغر واتحط ريجولر، ده في السكرينه دي وفي السكرينه دي، في كله مش محتاج اعدي على واحد واحد بقى خلاص. تمام بص كله مش محتاج. طب ارجع كده نخش على اللوجن، بص مش محتاج اقعد اعدي عليهم واحد واحد خلاص، كل سنه وانت طيب. جميله جدا تبالك، وسهل والكود كلين، معروف ان هنا في الويدجتس بتاعتك مترتب، معروف مكانها فين وعارف تعدل فين، خدت بالك؟ روح بابلش على طول، والصيانه سهله، الكود مش متلخبط. يعني مثلا البطن ده هنا لوحده، مش في وسط لينير وريلاتيف وتكست فيو واديت تكست وايمج فيو، لا هو هنا لوحده. طيب تعالى نعمل نفس الهكسه في الكومبوننت التانية دي، يلا اقفل كل ده وتعالى يلا نعمل الكلام ده برضه هناك. طب ده كده الكومبوننت التانية دي اللي هي مثلا في اللوجن، مثلا الكومبوننت دي كده ويدجت، لا مش ويدجت، ده مش فيو واحد، ده كذا فيو، بص ايمج فيو تكست فيو واديت تكست والديفايدر ده، خدت بالك؟ يعني كل ده موجود في لينير، فبص ده كومبوننت على بعض كده. يا سلام لو احنا كريتناه، انت متخيل معايا ان في الساين اب الكومبوننت واحد من ده ب 30 سطر؟ اضرب بقى 30 في 4 120 سطر، ال 120 سطر دول انا هشيلهم لك ونحط مثلا نقول يعني 4 و4 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 بس 16 من 120 سطر. خلينا نقول يا عم 20، انما مش 120، 20 بس اللي هنحطهم، خدت بالك؟ وهنخلي الكود شكله جميل قوي. يلا بينا شوف هنا حتى الكومبوننت داخله في بعض ازاي، بص مش عارف مين الايديت تكست من التكست فيو. يلا باشا تعالى نعمل كومبوننت على جنب هنا كده، فولدر كومبوننت تبقى مش دي مش ويدجت، كومبوننت على بعض، خدت بالك؟ وراح عامل كده نيو كلاس اهو، ونسميها باشا انبوت فيلد، اهو انبوت فيلد المنظر ده. طب ده كده هيكستند بقى يا باشا، هقول لك ده كده هيكستند لينير، لان هو اللي شايل الاليمنتس دي كلها، خدت بالك؟ هنا في اكستندز اهو اللينير لي اوت. تعالى برضو نعمل نفس الكلام الكونستراكتور اللي بيبقى فيه الاتريبيوتس اهو، حلو قوي. طيب ايه بقى؟ مفيش اي مشكله، نعرف بس هنا ايه، عايزك بس نعرف هنا الكونتكست عشان كده نستخدمه، كونتكست الكونتكست عشان نخلص من الموضوع ده، واجي اقول له هنا this dot context بيساوي context، خلاص خلاص شكرا، خدت بالك اهو. طيب هتعمل ايه بقى هنا؟ واحده واحده، عايزين نمشي واحده واحده. اول حاجه عايزين نبني ده اللي اسمها build، اهي عاملها هنا كده void build، دي اللي هتبني الكومبوننتس كلها، خدت بالك؟ لو احنا بصينا للمنظر، تعالى نقلد ال XML، ال XML عشان يبني الشكل واحد من دول، بص كده عباره عن ايه؟ عباره عن linear vertical، خدت بالك؟ اللي انا اوريدي بقى عامل لها extend هنا، دي انا بعتبرها vertical، خدت بالك؟ وبالتالي لازم اسيت الاورينتيشن بسرعه، سيت اورينتيشن هنا اهو vertical، يبقى انا هنا اللينير اللي انا باكستند منها انا اعتبرها ايه دلوقتي؟ فيرتيكال. حلو كده؟ ده اول حاجه. تمام. طيب تاني حاجه خدت بالك؟ هنعمل لينير هوريزونتال جوه الايمج والتكست وبعدين الايديت تكست تحتيها. خدت بالك؟ لذلك انا اخترت فيرتيكال في الاول عشان يبقى شايلهم هم ايه؟ هم الاثنين. يبقى انا هنا هعرف لينير هوريزونتال اهو، لينير لي اوت
هوريزونتال لينير ماشي بيساوي نيو لينير لي اوت. خدت بالك؟ ونعمل هنا ايه؟ سيمي كولون. طبعا هنا هياخد مني الكونتكست ولذلك انا عرفته. ماشي كده؟ خلينا نسميها لينير هوريزونتال احسن. هنا كده. خلاص؟ طيب. مش محتاجه ست الاورينتيشن اللي كده الاورينتيشن بيكون ايه؟ بيكون هوريزونتال. هكلم اللينير الاموره دي واقول لها بقول لك ايه؟ انا يعني هنا ترجم اللي انت بتشوفه قدامك هنا. بص كده اللينير اللي قدامك دي اللي هو شايل الاثنين دول الويتس بتاعها ايه؟ الويتس بتاعها راب والهايت بتاعها راب. تمام؟ اهو راب وراب على قد المحتوى يعني. خدت بالك؟ اهو تعالى نعمل كده برضه نفس الكلام. اهو ست بص ما ايه بقى اسمها لي اوت بارامترز. اهي. خلاص نيو بتاخد لي اوت بارامتر نيو اعرف البارامترز بتاعتك يعني لي اوت بارامتر اوف. بص هياخد منك هنا حاجتين الويتس والهايت فانا هقول له الويتس راب والهايت برضو راب. شوف هي بتساوي هنا سالب 2 لو حابب تحطها يعني بس انا بحب احطها كده عشان تبقى يعني مقريه اكتر. خدت بالك؟ حلو قوي. تعالى بس نعمل ده كده تمام. يبقى انا كده عرفت لينير اللي هيشيل الايمج والليبل او الايمج والتكست راب وراب. حلو يلا بقى نعرف الايمج. image view اللي هيتحط اول عنصر هيتحط جوه اللينير لان انا برص طبعا من الشمال لليمين. هنعرف الايمج وبقى نعرف التكست. تمام ادي image view اهو هنسميها image view بيساوي new image view برضه في الكونتكست. حلو كده اهو. طيب الايمج دي واخده ايه بقى؟ واخده ايقونه معينه مثلا. انا هحط بس اي ايقونه دلوقتي set image resource بعد كده هبصيها من هناك. خلينا نقول مثلا r.drawable دوت مثلا نقول يوزر ولا حاجه يوزر ايكون بس دلوقتي. تمام حلو. طيب الايمج دي الويتس والهايت بتاعتها ايه؟ فهنقول له هنا ست لي اوت بارامتر اهو بيساوي نيو لي اوت بس اللي فوقها بالظبط اهو. الويتس بتاعها ايه بقى راب وراب؟ لا 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 الويتس بص هنا اهو بص واخده السورس مثلا اي سورس حط اي حط اي صوره اللي عمل الويتس 20 والهايت 20 فانا نفس الكلام اهو هنقول له هنا 20 و20. خدت بالك؟ بس خد بالك زي ما قلت لك ده بتحطه بايه؟ بالبكسل. فاحنا نضطر نستخدم الداله الجميله بتاعتنا اللي هو سايز او 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 نعرفها هنا خلاص. يعني بص كده انت ايمج دايمنشن بيساوي سايز يوتيليتي سايز دوت اهو دي بي 2 بكسل. ادي الكونتكست اهو وعاوز احول يا باشا ل 20 واقوم جاي حاططها هنا. حطها هنا حطها هنا. بس كده خدت بالك؟ طبعا بس هو متضايق عشان هو ده بيرجع الداله دي بترجع بفلوت زي ما انت شايف فانا اروح هناك انجز الموضوع ده ولا ترجع بانتجر انتجر. خدت بالك؟ وريترن هنا ايه؟ انت الكلام ده راح دماغي. خدت بالك؟ لكل الكلام ده بس بس خلاص تمام كده اهو. يبقى انا كده دلوقتي عرفت لينير اللي هتشيل الايمج. ادي الايمج اهي حطيت صوره ثابته دلوقتي بعد كده اجيبها من هناك. خدت بالك الصوره اهي خلاص واديتها ويتس وهايت 20 في 20 بس حولتهم بس لدي بي من دي بي البكسل. خلاص طيب ايه بعد كده الايمج؟ بعد الايمج ايه بقى معانا؟ التكست فيو اهو تكست فيو خلاص. يلا ايه المشكله اهو تكست فيو اهو تي بيساوي نيو تكست فيو تمام سيمي كولون كونتكست اهو كلام فاضي والله. خلاص تعال نحط برضو كلمه ثابته دلوقتي وبعد كده نشوف ازاي ناخدها من هنا. تي في دوت سيت كلام فاضي قوي يعني. تمام سيت تكست هنا نحط اي كلمه مؤقتا دلوقتي وليكن مثلا يوزر نيم يوزر نيم اهو بس. وطبعا بقى نحط لها تكست كلر والفونت كلر والحاجات اللي احنا حاطينها هناك دي اهي خلاص. الفونت فاميلي تي في تكست فيو دوت سيت تايب فيس get resource dot get font or dot font dot semi bold ده الليبل الليبل بيبقى semi bold. طيب tv dot set text size كلام فاضي والله. تمام اليونت اللي هستخدمها بتاعت الدي device independent pixel خدت بالك اهي هنعملها بقى هنا وخلاص مضطرين. هو كده كده الفونت سايز تقريبا 16 اروح ابص عليها بس هناك بسرعه 16 اهي 16 واقول له هستخدم الوحده بتاعت الايه؟ اللي هي التايب دي فاليو دي تايب دي فاليو دوت اهي بس. طيب ما عادش فاضل غير الكلر تي في
دوت سيت تكست كلر نفس الكلام برضو. والله الكلام فاضي قوي يعني. طيب نحط الكلر هنا لحظة واحدة تقريبا اللي هو الكلر السكند تقريبا السكند خدت بالك. فهنقول هنا context dot get color or dot color dot second yes. كده خلصنا من التكست فيو. يبقى انا معايا الايمج والتكست عايزين نقعدهم في اللينير دي بقى. فهنكلم اللينير دي الهوريزونتال واقول لها عايزك تحط جواك الاثنين دول الايمج وبعدين التكست عشان يرص من الشمال يمين الايمج الاول وبعدين التكست. خدت بالك؟ فبص عندك ده اللي اسمها هنا اد فيو ضيف لها انت بس ايه التشايلد. فانا اول حاجه هضيفها الايمج فيو وبعدين هكلم اللينير تاني واقول له عاوز اضيف التكست فيو بس كده. شفت جميله ازاي؟ طب تعالى بس نعرض المنظر ده حتى الان. خدت بالك؟ تخيل ان انا هشيل بس السطور دي كلها الاول. شيل كل اللاينز المعفنه دي تمام؟ بس سيب لنا واحده بس انا هشيل كل ده بس كده. معلش غير واحده بس عشان بس اقارن بيها. خدت بالك؟ ونعمل بقى الاداه بتاعتنا دي اللي اسمها انبوت فيلد. الويتس ماتش والهاي تراب دلوقتي اقفل بس كده. طبعا ما فيش اي حاجه ظهرت وده امر طبيعي جدا. احنا رفرشنا خلاص وده بسبب حاجه واحده بس ان انا عمال اقعد في اللينير الهوريزونتال لسه ما قعدتش في اللينير الرئيسيه بقى اللي هو الكومبوننت نفسها. خدت بالك؟ فانا ولا دلوقتي كلمت اللينير اللي قدامي اللي هي فوق ده اهي كلمتها على طول فقلت له مثلا زيس دوت اد فيو زيس اهو. يبقى انا كده بكلم اللينير الرئيسيه بقى دوت اد فيو. خد بقى يا معلم ايه اللينير الهوريزونتال دي بس ران. بص عليها هنا اهي. يبقى انا دلوقتي عملت لينير هوريزونتال جواها الاثنين دول جواها الايمج وجواها الليبل ده او تكست فيو ده تمام وخدتها وحطيتها في اللينير الفيرتيكال تمام. بص كده معايا اهي اهي وانا عامل ويت طبعا بيماتش. بص عاوزين بس نعمل مارجن ستارت من هنا ما بين الاجزاء اللي تحت دي ما بين الليبل ده وما بين الايمج جاي. خدت بالك؟ تعال نستخدم حتى نفس التكست بحيث ان احنا نقارن نفس الايقونه عشان نقارن بالظبط. خلينا نحط الايقونه بتاعت الباسورد وتعالى نحط هنا الكلمه بتاعت الباسورد عشان بس نقارن الاثنين ببعض بس. ايه يلا تعالى بقى نعمل بس مارجن من مارجن ما بين التكست والايمج. فاحنا هنكلم التكست فيو ده واقول له بعد اذنك انا عاوز اعمل مارجن دوت سيت مارجن. طبعا مش هنلاقي المارجن هنا مع التكست فيو. احنا ممكن نلاقي بادنج انا مش هنلاقي مارجن. فاحنا ممكن نستعمل بادنج او ممكن نعمل ايه بقى. بص سيدي بما ان تكست فيو هنا ليه 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 اوت باراميتر خدت بالك احنا اصلا ما حددناهاش. تعال نحددها بسرعه اهو تي في دوت سيت لي اوت باراميتر برضو اهي. طب اللي اوت باراميتر بتاعت التكست فيو هتكون ايه؟ عادي ممكن نخلي التكست فيو ده بيراب وبيراب خدت بالك اهو يعني نفس الكلام اللي هنا ده بالظبط حطه هنا اهو بيراب وبيراب المنظر ده بحيث ان انا اتاكد ان 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 اللينير الهوريزونتال على قد هما الاثنين بس مش اكتر تمام. عشان بقى لما اعمل مارجن وكمان اقوم قايل له بقى انا عاوز اعمل مارجن بعد اذنك اعملها بقى ازاي؟ عادي خالص هنقوم واخدين البارامترز دي خدت بالك ونحطها فينا في ايه؟ لي اوت بارامتر عايزين نعمل لها اساين يعني عشان حابب اكلمها تاني او بارامتر بيساوي كده خدت بالك. واقول له بعد اذنك انا عاوز اكلم البارامترز دي وقبل ما تحطها هنا قبل ما تحطها هنا حابب اسيت مارجن سيت مارجن مش عاوز انا بتاع الفيو جروب لي اوت بارامتر دوت سيت مارجن ستارت. وزي ما قلت لك برضه احنا مش حابين نحط الايه اللي هي بتاعه البيكسل احنا هنحولها من دي بي لبيكسل انا عايز احطها هنا كدي بي خدت بالك. فهنستعمل الداله الجميله بتاعتنا اللي هي دي اهي اهو احطها هنا واقول له والله انا عايز اعمل بس مارجن 8 ولا حاجه 8 كدي بي حولها انت بقى لبيكسل بقى. بص كده المنظر بقى اهو اهي شفت مظبوطه كل ده من الجافا خدت بالك؟ تخيل انت بتبرمج جافا وبتديزاين بالجافا. هو اصلا اللي اوت اللي قدامك ده اصلا بالجافا يعني. تمام؟ وبص كام سطر يعني مفيش اللي هو مفيش اساسا يعني. كلام فاضي يعني كانك بتصمم اكس ام ال هنا. يعني من الاخر كده بص يعني احنا الباتون هنا مفيش كان كام سطر هنا في الاول اهم اللي هم الاربع سطور دول بس. اللي انت كنت كاتبهم هناك 100 مره. بتقعد تكتبهم في كل سكرين كل شويه، دلوقتي انا بكتبهم مره واحده بس. خدت بالك؟ هنا نفس الكلام برضو احنا بعد ما عملنا اللينير الهوريزونتال ما عادش فاضل لنا بس غير الايه التكست. خدت بالك؟ يلا
edit text هنا، وده نضيفه في اللين الرئيسي على طول. edit text، edit text بيساوي new edit text. context برضو خدت بالك. ال edit text ده dot set layout parameter، طبعا الويتس بتاعه هنا بيماتش، بص كده الويتس بتاعه بيماتش، والهايت بتاعه حدده انت بقى براحتك يعني. فانا اقول له هنا new layout parameter، حطها هنا الويتس بس هو اللي هيماتش اهو. طيب والهايت، الهايت انا مش عامله راب بصراحه، انا حابب اعمله مثلا 40 ولا حاجه، فانا هكلم البتاع الحلوه دي حطها هناك 40 اهو، 40 هقول اول بيكسل بقى خلاص. طيب ال et.set input type، عايزين نحدد الانبوت تايب. الانبوت تايب ايه بقى؟ والله هو الانبوت تايب يعني خلينا يعني تعال نحدده اي حاجه دلوقتي، خلينا بس نقول 0 هنا ولا حاجه، خدت بالك؟ او 1 2 3، هو طبعا الانبوت تايب بتبقى ارقام اصلا يعني، او مش هحددها دلوقتي خليها هو يبصيب من هناك من شويه خلاص. ال et.set hint، فين الهنت هنا؟ اهو الهنت اهو، مثلا هنا انتر يور باسورد، يور باسورد اهو مثلا اهو تمام. وال et.set text size اهو، حسيت التكست سايز نفسه كام؟ هو 16 اعتقد، افتح الايديت تكست بسرعه 16، والهنت كلر اهو والتكست كلر اهو، خلاص بسرعه نعملهم بسرعه. هاخد دي حطها هنا بسرعه 16 تمام. et dot set text color و set hint color، et dot set hint color خلاص هنجت الكلر، حط هنا واحده حط هنا واحده بس كده. التكست كلر هيكون الثيرد اعتقد، هنشوف اهو اتاكد برضو من هنا، لا هيكون هو السكند وده الثيرد ماشي، يبقى ده الثيرد اللي هو الهنت والسكند اللي انا هكتبه بس كده. عاوزين بقى نضيف الايديت تكست في اللينير بعد الهوريزونتال اهو، دوت اد فيو ايديت تكست خلصت. شايف انا ببيلد الكومبوننت بتاعي مره واحده بس، مظبوطه كده. بص قلدنا نفس الكومبوننت اللي تحت بالظبط بالظبط، خدت بالك؟ طيب حلو قوي. عاوزين بقى نعمل الايفكت، لان خد بالك انا دلوقتي يعتبر قلدت الكومبوننت، بس بص كده هنروح نعمل سكيب، هنروح هناك على كريت اكونت، انا معايا اتنين اهم تمام. اللي فوق بص كده لما بعمل فوكس، واللي تحت بقى بعمل فوكس، الفوكس لسه موجود اهو زي ما انت شايف، خدت بالك اهو عملت الاتنين كومبوننت. طب عايز اقول لك على حاجه، انا هعمل حاجه احلى بقى، انا اعتبر خلصت بس انا حابب اعقد الموضوع يعني. اخلي الحاجات دي كلها تيجي من الاكس ام ال، يعني بص اولا الليبل ده انت هتبصلي من الاكس ام ال، والهنت هتبصلي من الاكس ام ال، والكيبورد تايب هتبصلي من الاكس ام ال، والصوره كمان هتبصلي من الاكس ام ال. اعمل الكلام ده ازاي؟ انت لاحظت معايا ان زي ما قلت لك في السلايدر في الاونبوردنج هنا كده كان بيباصي خصائص كده، بص يعني الخصائص البيلت ان في الاندرويد بيبقى اولها اندرويد، الخصائص اللي انت عاملها بقى اولها كلمه اب، وممكن نحط كلمه ثانيه عادي، خدت بالك؟ فازاي الراجل عمل الكلام ده؟ احنا دلوقتي هنعمله اوريدي، هنروح للفاليوز هنا واقول له انا عاوز اعمل اتريبيوتس جديده اهو، نيو ريسورس فايل هسميها اي تي تي ار اس اتريبيوتس، فانا هديكلير انا ستايل خاص بيا اهو. بص اهو انت خاص بمين بقى؟ باني كومبوننت او باني ويدجت من دول؟ خاص بالانبوت فيلد، خدت بالك؟ واقفل بالمنظر ده كده اهو، الموضوع بسيط خالص تمام. هتقوم انت رايح هنا بقى في اللينيا رايه دي، واقول له انا عاوز اعمل اتريبيوت، الاتريبيوت ده الجديد ده انا مثلا هسميه، بص انا هسميه كده input field if، خدت بالك؟ يعني انا بحب دايما اميز بوايلد كارد كده اللي هو اول حرف من هنا اول حرف من هنا، input field مثلا label اهو. طب الفورمات بتاعه ايه؟ بيقبل مين؟ بيقبل string، بيقبل integer، بيقبل ايه؟ هيقبل string اهو، ده كده الليبل بالنسبه لي، اقفل على كده خلاص. يبقى الليبل بيتحط من هنا، وكمان هنحط الايمج، ممكن نحط الايمج وممكن نحط كمان الهنت كلر، خدت بالك؟ يعني تعال نحط هنا الايقونه. طب الايقونه دي ايه بقى نوعها ايه؟ يا ترى نوعها ايه بقى؟ دي بتبقى ريفرنس، لان انا هشاور على ملف اللي هو الدروبل او الفولدر، لما تلاقي كلمه ريفرنس تعرف ان انت هتشاور على حاجه بيلت ان او في البروجكت فايلز في الريسورس هنا، سواء فولدر او فايل، يعني ممكن يبقى في ملف الكلر او ممكن يبقى في فولدر الدروبل، خدت بالك؟ طب الحاجه اللي تشاور عليها دي عباره عن ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايمج هنا، بنحط هنا كلمه كلر كده، خدت بالك؟ طب ايه تاني بتغير؟ الهنت اهو، الهنت نفسه
وده نوع برضه string. شفت جميلة ازاي؟ تعالى بس نعمل build clean rebuild عشان يكون قرا بس الحاجات دي، تمام؟ وتعالى بقى بص معايا كده في الانبوت فيلد اللي احنا بنيناه في ساين اب هنا، بص كده. استنى بس بيران. شوف الانبوت فيلد، بص سطرين سطرين، يعني فاهم اللي هو يعني انا شلت 30 سطر، تمام؟ انا هشيل بقى ده خلاص، ما عادش عاوز ده، مش عاوز الكومبوننت ده خلاص. بص كده معايا اهو خلاص. تعالى بقى بص هنا كده معايا في البروبرتيز الجديده دي. شوف اول ما اعمل اب، بص كده معايا ثلاثه بروبرتي جديده اتضافوا، خدت بالك؟ بس خد بالك لسه ما ربطتهمش. يعني لو انا حطيت هنا مثلا الليبل ايميل، بص كده ما اتغيرش ولا حاجه، باسورد اهو، خدت بالك؟ عايز اربطه بقى هناك. ازاي استقبل البروبرتي هنا؟ سهله جدا جدا، الاتريبيوتس اهي اللي انت بسطها من هناك، خدت بالك؟ هتيجي هنا تقراها ازاي. بما ان هم اتريبيوتس جامع يعني، خدت بالك؟ فانت هنا بتستقبلها بحاجه اسمها تايب اري، لان دي اري، خدت بالك؟ اهي بص كده بنقول له هنا ايه، بنكلم الكونتكست وبنقول له اوبتين اوبتين، بص الستايل اتريبيوتس اهي. فين الاتريبيوتس؟ هو مبصلك هنا اهو، اهي مبصلك هنا، حطها هنا اهو، هات الاتريبيوتس يا كبير، تمام؟ طيب الاتريبيوتس كتير قوي، يعني ممكن اعرف اتريبيوتس خاصه بالانبوت فيلد، وبعدين ممكن اعرف اتريبيوتس خاصه بمين؟ بالباتون اللي احنا عاملينه اهو. ممكن احط مثلا الباتون كلر ولا حاجه اهو، ريفرنس اهو كلر، واحط هنا بقى ايه اهو كلر، واسميه هنا مثلا مين باتون اهو ام بي، خدت بالك؟ طيب انت عاوز انهي اتريبيوت، الخاص بالانبوت فيلد ولا مين باتون؟ لا انا عاوز الخاصه بالانبوت فيلد اللي هو ده، خدت بالك؟ فبنقولها ازاي؟ بنقول ار دوت ستايلبل اه دوت، احنا مسمينه ايه؟ انبوت فيلد اه. يبقى انا عايز الاتريبيوتس اللي جت هنا الخاصه بالانبوت فيلد، ماشي كده اهو. طب دي بترجع بيها عشان احط بس الناحيه الثانيه، اعمل اساين حاجه اسمها تايب اري اه، تايب اري اري مثلا ولا حاجه، او نسميها اتريبيوت. لا عشان الاسم ده متاخد هنا، خلينا نسميها ايه وخلاص يلا بس اه. انت كده جبت الاتريبيوتس خلاص اللي هو بصاب الاكس ام ال، اعمل بقى اللي انت عاوزه بقى، خدت بالك؟ يعني انا اقوم جاي معرف هنا كده string label public الليبل، خدت بالك؟ واقول له الليبل هنا بيساوي اكلم بقى الايه؟ وجبت بقى الاتريبيوت عن طريق الكي اللي هو ده، عن طريق الكي، خدت بالك؟ فانا هكلم الايه هنا واقول له والله ده انت عندك اتريبيوت اهو، بص جيت لي بقى string، هو نوع string الاتريبيوت ده، خدت بالك؟ ده label string text، خدت بالك؟ طيب الاتريبيوت ده ار دوت ستايلبل دوت، شوف الاتريبيوت هنا بنجيبه ازاي؟ بنكتب اسم الكومبوننت دوت اسم الاتريبيوت، يعني هيبقى انبوت فيلد دوت اي اف ليبل، خدت بالك؟ بنكتبها كده بالظبط، يعني بص كده اعمل هنا انبوت فيلد اهو، ايه اسم الكومبوننت دوت اسم الاتريبيوت اهو، او اندر سكور يعني اهو ليبل اهو. ولو عاوز اجيب الاتريبيوت الخاص مثلا بالهنت اهو، يبقى هنا ايه؟ هنت اهو، ولا حاجه والله العظيم ولا حاجه، خدت بالك؟ ونفس الكلام برضو هنعمله مع ال، واحنا عاملين الهنت والايكون الايكون بس. تعالى بقى نعرف الثلاثه دول بابليك عشان نعرف نستعملهم تحت، او ممكن ابصهم للبيلد هنا على طول ونخلص يعني، ايه رايك؟ مش كده ابصهم للبيلد احسن؟ يلا سترينج نخلص يعني، سترينج الهنت وهنا انت الايكون، خدت بالك؟ بس كده. طبعا دي بقى مش جيت سترينج بقى يعني، هنا جيت ريسورس اي دي، خدت بالك؟ طبعا هنا بقى الحلاوه في ايه بقى؟ بص انك هنا ممكن تدي قيمه ديفولت، ديفولت فاليو اهو، في حاله ان الريسورس ده مش موجود، فانا احط زيرو ما ترجعش بحاجه عادي، مش عايز احط ايقونه براحته، خدت بالك؟ ادي له انت بس هنا اللي هو مثلا ار دوت دروبل دوت كذا، فهات لي بقى الريسورس عشان احطه كايقونه هنا زي اللي انا حاطه ده، ار دوت دروبل دوت بس ايكون. طب عايزين نبص بقى الحاجات دي تحت عشان نحطها عادي، هنخلي داله البيلد دي تاخد سترينج الليبل فاصله string الهنت فاصله string لا اسف انت الايكون. نبص بقى الحاجات دي هنا، يلا ادي الايقونه بدل الصوره الثابته دي، وادي الليبل وادي الهنت، بس خلصت، لذيذه جدا على فكره. تعال بصيهم بقى هنا، ادي الليبل وادي الهنت وادي الايقونه،
وانا ببيلد هوصلك الثلاث حاجات دول عشان تحطها. خلاص تعالى بقى نكتب نعمل بقى الكلام ده هنا. ادي كده الايميل اب وده الهنت انتر يور ايميل اهو، وادي اب الايكون اهي اهي. بص ات شوف ده ريسورس اي دي، ده ريفرنس. هات ريفرنس على مين؟ هتروح على فولدر الدروبل هتلاقي عندك حاجه اسمها مثلا ايميل ايكون اهو. شوف كام سطر؟ اربعه ثلاثه اهو، انا ما يهمنيش غير دول. ده كده كده بنحط الويتس والهايت تمام. ده كده كومبوننت اهو بمنتهى البساطه ماشي. وطبعا نكرر الكومبوننت ده مع تغيير العناصر بقى. بص كده هاجي في واحد تاني اقوم حاطط هنا مثلا، انا مش عارف مين التاني هنا في الساين اب الحقيقه، اعتقد هو اليوزر نيم ولا النيم، النيم وبعد كده التليفون، النيم انتريور نيم وهنا يوزر ايكون. بص انا هرنهم لك عشان تشوفهم بس. رن يبقى الاتريبيوتس بقيت بصها من هنا يروح يطبقها هناك. تخيل شوف شوف كام سطر من 30 سطر انت متخيل. شوفوا اصلا طبقهم هنا، حط الايقونه حط الايقونه، حط الليبل حط الليبل، هنت هنت. بص اهم انا عايز بس ارجع الفونت ده بقى تاني كريت اكونت. بص اهي والله العظيم حاجه عظمه اقسم بالله. تعال عم نرجع يلا الزرار ده، معلش نرجع بس الحاجه بتاعته اسمي بولد بس خلاص. طيب عايزين بس نحط المارجن توب هنا، كان فيهم تقريبا مارجن توب هنا، مارجن توب 40 دي بي، وهنا مارجن توب مش عارف 20 باين او 15 دي بي اعتقد تمام. ونكرر الكومبوننت ده وده بس خلصت اهو. شوف كام سطر، ما انا بقول لك يعني اضرب بقى اضرب معايا كده. كل مره احنا بنحط بس 3 سطور او 4 سطور، 4 سطور في 4 16 قول 20 سطر احسن من 120 سطر تمام كده. ادي النيم والشكل حتى كلين جامد يعني، خد بالك حتى انت شايف النيم ازاي، خد بالك انا وفرت عليك ان انت تعمل لينير فيرتيكال جواها لينير هوريزونتال جواها ايمج مع ليبل او تكست فيو وتحتهم ايديت تكست، وتحط بقى لكل واحد فيهم الستايل بتاعه. يعني مثلا الايمج السايز بتاعها 40 في 40 خدت بالك، والسورس كذا. هنا بقى هنحط التكست فيو التكست كلر والفونت فاميلي والفونت كلر والويت ونحط كل الكلام ده. لا خلاص راحتك انت بتحط حاجات بتتغير بس الحاجات الثابته هناك خدت بالك. وكل دول بقى بيعملوا ريفرنس على الكومبوننت دي، فلو انا غيرت حاجه هنا هتتغير في التطبيق كله، فانت كده بابلش على طول خدت بالك. هنا هنحط ايه ده، ايه ده الباسورد مش باسورد، وهنا باس ايكون خدت بالك. وعايزين بقى نبص الانبوت تايب، ما عادش فاضل غير الانبوت تايب. وهنا الموبايل نمبر انتر يور فون ماشي كده نمبر او انتريور نمبر وخلاص اي حاجه تمام. ونغير بس الايقونه الجميله دي نخليها ايه موبايل، مش عارف انا هعملها فون اعملها ايه ايفون اهي. بص على طول اتغير قدامي بس خلاص خلصنا اهي. اربعه كومبوننت منظرهم جميل ومش محتاج كمان ان انا اقفل يعني مش عايزين اعمل كولابس كده. بص سيبها اكسباندد كده، حط بس كومنتات حلوه برضو تبقى معاك حتى كمنظر يبقى لطيف جدا خدت بالك. انا مثلا الايميل تقريبا الايميل وانا مش عارف ان النيم. بص شوف الشكل حتى يا اخي انت متخيل انت في الصفحه الواحده شايف ثلاثه كومبوننت، شايف ثلاثه خدت بالك. في الكود القديم انت يعني انت بتبقى شايف كومبوننت بالعافيه، فانت بتضطر تقفلها عشان تشوف اللي تحتها ومش بتشوفها كامله كمان. خدت بالك هنا موبايل نمبر دي اسمها ريوزابل كومبوننت، يعني انت بتاخد الكومبوننت بتعملها ريوز خدت بالك مع تغيير الداتا بس. طيب ما عادش فاضل لنا غير الانبوت تايب، انا هسرقها يعني. بص هعمل ايه، هعمل حركه ذكيه جدا لان انا الانبوت تايب انا مش عارف مثلا هو بيحط هنا ايه، فبص هعمل ايه، هعمل حركه ذكيه. اقوم انا جاي هنا كده واعمل هنا ايه ده التكست، مش هو ايه ده التكست ده اللي بيبقى في الكيبورد تايب خدت بالك. مش فارق معايا اعمل رابي اعمل اي حاجه اهو انبوت تايب هنا. بص اهي اعمل كنترول كليك على ده اهي هتلاقي الاتربيوت اقفله خده هناك. بص كده شيل ده بقى خلاص مش عايزه، روح عند الاتربيوتس اهي وهنضيفها هنا اسمها انبوت تايب، فانا بس هسميها اي اف اندرسكور بس. شفت جميله ازاي؟ بس دي بقى بيبقى ليها فلاجات
زي ما انت شايف. بص كل تايب من دول من الكيبوردات بيبقى ليه رقم هنا بالهكسا، فانا مش هقعد احط الكلام ده كله يعني، فاهم؟ فاهم. انا رايح جايب الاتريبيوت ده برده هناك اهو. هتقول طب انا هجيبه هنا نوع ايه؟ نوع انتجر هيكون نوع يعني هيكسا ديسيمال، بيبقى انتجر عادي يعني. بالك اهو جيت انتجر، جيت انتجر وديفولت فاليو 0 انت بالك، والخاصيه بتاعتي اسمها انبوت تايب على طول كده. خلص بسرعه انبوت تايب الناحيه الثانيه اهو، وحابين نبصها جنب الايقونه هنا هنستعملها هنا انت انبوت تايب، خدت بالك؟ واستعملها برده ايه، واستعملها برده هنا. فين الانبوت تايب بتاعت الايديت تكست اهو؟ اي تي دوت سيت انبوت تايب، انبوت سيت انبوت تايب، الانبوت تايب. خلصت، بس خلصت لاحظ الكلام فاضي. واجي هنا اقوم راح بقى حاطط الانبوت تايب بتاعي، يعني مثلا الخانه بتاعت الفون نمبر اب اهو انبوت تايب فون، خدت بالك؟ وده الانبوت تايب بتاعه ايميل، دول بس اللي انا محتاج اغيره اهو. ايميل، وبالمره بقى بتاع الباسورد، شوف اربع سطور بس والله العظيم هم اربع سطور. باسورد، باسورد لان كده كده انا بحط الويتس والهايت يعني. شفت انا حطيت ستايل واحد او كومبوننت جوه كومبوننت جوه كومبوننت، نستد كومبوننتس يعني، حطيت لي كذا فيو جوه فيو جوه فيو جوه فيو جروب جوه فيو جروب جوه فيو جوه فيو، يعني في 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 انا اتاكد بس من الكيبورد. طيب بس اهو بص كده، ده كده الايميل الات والدوت اهو موجودين، الات والدوت. طيب بتاعت الباسورد تمام، بيكتب باسورد. طب بتاعت التليفون ممتاز، الكيبورد شغاله. لو رجعنا بقى للديزاين اللي ورا ده، ده حته تكست فيو تحت ايد التكست، لا في ايمج ولا في لينيرات ولا في نيله بس تمام. ده كده نعمله كومبوننت، نعمله بقى ريوز بقى هنا، ريوز هنا وريوز هنا وريوز هنا، حتى البطن نعمله ويدجت بالافكتات بتاعته عشان استعمله مره واحده. اغير بس الكلمه، اغير بس الكلمه، شوف اصلا استعملهم كتير قوي هنا. بص خد بالك انت تعمل بس الخاصيه هنا انك تخفي الليبل، لان يعني هو الكومبوننت ده هو الكومبوننت ده بس من غير ليبل، من غير تكست فيو. فاعمل الخاصيه مثلا ان هو ايه، انت عاوز الليبل ولا مش عاوزه، لانك طول الوقت هتحتاجه يعني. بص هتحتاجه هنا في شاشات ثانيه زي ده كده اهو اهو، زي مثلا واحد بيضيف الادرس بتاعه او بيغير في البروفايل بتاعه، ده كده واحد بيغير في البروفايل وواحد بيضيف ادرس، فانت هتستعملها كتير قوي. السلام عليكم.